تعبان البحر والنبي امسك لنا التعبان كده. امسك اخطبوط اهو يا جماعة، اخطبوط موجود عندنا في امبابة، سوق سمك امبابة اللي عند النفق. امسك اخطبوط، امسك اخطبوط. ماشي اهو، هو ده البتاع، هو الاخطبوط اهو، اخطبوط اهو، شايفينه؟ اخطبوط. هتمسكوا فيه ولا ايه؟ اصبري بس. عن الكافيار نتكلم، كافيار يا جماعة. مسك يا بنت، مسك يا عيال، انا جاي. ما تقول لنا الاسعار طيب عشان الناس تبقى عارفه. الكابوريا 70، الكابوريا 70، 60، جمبري الجامبو ده 150، 150 جمبري اللحم ده قشر جايز ب 200، قشر جايز، السبيط ب 140، لسه سألتك واحد 140، مرتي ب 27، 27 فيليه ب 80، كربونيا ده نوع ايه الفيليه ده؟ ده فيليه قشر بلدي. سوق امبابة اللي عند النفق، اول النفق وانت نازل على طول، مش السوق التاني اللي هو عند سوق الفاكهة، ده السوق اللي عند النفق. عجبني قوي سمك البغبغان ده، بس انا ما عملتهوش بصراحة. هو بيقول ان هو بيتقلي ومن البحر الاحمر، بيتعمل صينية ولا حاجة؟ بعمل صينية زيت وليمون شغال يعني. كابوريا بكام النهاردة عندك؟ 60 جنيه. 60؟ انا عارف علي سمك محمود عنتر بكام؟ والله عنده 750 جنيه، يعني 25 ب 30. يطلع من شهر وشهر عند الله. لا لا اجيبك وصلت. واخد البولسي على كام؟ ده 30 ده ب 35. ده ب 30؟ ده كبير حلو ده. طيب لو انا هاخد منك من البولسي ده تحسبه لي بكام؟ ده ب 35. هات واحد يا ابو خمسه. بولتي وفي السوق عشان عليك. طب اقول لنا الاسعار كده، انا مش جايباه، انت عايز تزرع ازرع؟ لا انا مش عايز ازرع. ده مرجان بلدي ب 50، بعد 60 ب 50، مرجان بلدي. والبولتي النهارده 28، المكرونه بكام؟ 50 بعد 60 بلدي. قلت لي المحار دوت ب 70. وانت على 70. بولتي اصلا كده هتقول عيال مين؟ جمبري بكام عندك؟ بقول لك حاجه، بعد 120 بكام يا معلم؟ 50. 50؟ والبوري؟ البوري ب50. البوري ب50. وده مكرونه؟ مكرونه بلدي. بكام؟ عامله 70. 70؟ والبولتي؟ البولتي 35 الكبير. البولت ده كبير يا جماعه. في صغير عامل 28 و27. فين الصغير؟ لا ما خلص. وده مرجان بلد عامل 40. ده المعلم ده متصور معايا قبل كده في القناه، كان عامل حلقه مكسره الدنيا. انت يعني خليك من بعد 130 ب 110. وري للناس الجمبري كده. ده جمبري ازاي؟ قولي بحر مش قولي مزرعه، قولي بحر مش قولي مزرعه، ده سمين من جوه.
في جوري كبير شاوي وفسيخ سنجاري وشاوي وفسيخ عامل 60. بكام البولسي عندك النهاردة؟ البولسي بكام؟ بولسي ب30. البولسي ب30 والمكاريل ده؟ بس يا رضوان السردين بكام؟ والمحار؟ جمبري كم عندك؟ 110. خلاص احنا خلاص جبنا السمك ده. انا عاكس بقى انا عاكس. كنت ب 20 خلوك 30 جنيه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.